يا عمي شو بدك؟ في عندي مرض قلت الولادة. يا عمي بس جوزيفين ممكن تكرمي سلموا. دقيقة، مين هيدا عادل مطر؟ عادل؟ اللي عم تسألي عنه؟ مش هيدا اللي كان واقف معك بالكافيتيريا من شي شهر؟ ايه ليه؟ عزب؟ ولا شو كل هالأسئلة؟ عجبها لناي. كيف يعني عجبها؟ بدها تحطه بالبيت تتفرج عليه، عجبها. اه والله؟ كيف بدنا نعرفهم على بعض؟ ما بعرف إذا عادل بده يتجوز. أصلاً ما بعرف إذا عنده حدا بحياته. طب ما فيك تسأليه؟ ما بتمون عليه؟ بلا، بمون عليه. أصلاً مرة سألته ليه ما بتتجوز، قام غير الموضوع. طب رجعي اسألي مرة تانية. ما بحب أتدخل بخصوصياته. كيف تا هو بيتدخل بخصوصياتك؟ مش هو على طول بردك لجوزك كل مرة بتخانق أنت وياه؟ بلا. خلص بس شوفوا بفتح الموضوع. انت بس استمشي منه انه اذا عنده قبول يتعرف على حدا قبل ما تجيبي له سيرة ناي. اوكي؟ اوكي اوكي باي. انا عم بشرف وعم تابع كل شيء. ما كثير عالم عم بيساعدوني بس اكيد الفاينل ديسيجن لإلي انا. هي ما قلت لك سافرت على باريس جبت الفستان من هونيك. طلع حلو مثل الصورة اللي بعت لك اياها مزون دياغ. أجمل بكتير بس الفرق إن شواروفسكي حبيبتي صار ديامون. ليه قد ايه طلع سعره؟ بليز خلينا نقعد كتير تعبت. الغالب يرخص لحبيبتي. وبيلبق لي. قولي لي مين دفع حقه؟ شو هالسؤال؟ أكيد هو تكفل بكل شيء. غازي حبيبتي ما قبل حتى فرنك بهالعرس. دخليك؟ ما راح يشتري لك بيت بلبنان؟ مبلا بس هلا أنا عم فوكسينج على الويدنج. وبعد ما نرجع من شهر العسل هو بيروح على افريقيا وانا برجع على بيروت. وقتها بنقي البيت وبفرش على راحتي. من بعد البيت شو بدك تعملي؟ شو ما فهمت؟ انه هلا لهي حالك بالعرس وبكره رح تلهي حالك بالبيت. من بعد البيت بشو بدك تلهي حالك؟ ما عم بفهم. التقيت بسمير امبارح بالسوبر ماركت. منظره بلو القلب. ايه؟ جبتوا سيرتي في شي؟ ما كان يقبل يحكي بالموضوع. ايه معه حق. هيدا الموضوع صار من الماضي. والحكي فيه ما بقى له لزوم. ان شاء الله ما تكوني عم تغلطي يا جيهان. ان شاء الله يكون عن جد هيدا اللي بدك اياه من الدنيا. طيب ما تعيشي ندمانك الحياة. هيدا اللي بدي اياه. والمفروض يكون بدي اياه. وأي بنت ذكية لازم تتصرف مثلي. ما في لزوم لكل هالانفعال. أنا لو ما بحبك ما بفتح الموضوع. إيه بعرف بعرف. Don't worry about me. أنا منيحة كتير. هيك مبسوطة ورح ضل مبسوطة. Thank you.
ميرسي. تفضلي. صح صح. ميت من التعب. سهرانة للصبح عن جميعا بظهر التل، كنت عم ولد مرة لأول مرة وبالماراثون. وكنت كل نهار كمان بضيعة الدرة، كنت عم ولد مرة. يعطيك العافية. واليوم بعد عندنا 4 عمليات توليد، مش مصدقة كيف روح نام. يا ريت فيي افتح كلينيك، هيك بصيروا الناس يجوا لعندي بدل ما ضل أنا عم بتشنشط من محل لمحل. يا ريت، قلت لك 100 مرة ما بدك. لك أنا بدي، بس كيف؟ المشروع بكلف $1,000,000، منين بجيبهم يعني؟ بدي شي 100 سنة تجيبهم. بعدين البنك ما بضيّلنا مصاري قبل ما سكر ديوني، ولزمني كفيل. طب عاد المطر ما بيكفلك؟ رح أركب على كتافه أنا وجوزي لعاد المطر. آه لا مزبوط، ما رجعتي فتحتي لي هداك الموضوع، ما رديتي لي خبر. أي موضوع؟ آه ناي، ما عم شوفه لعادل. ما عاد شفته من وقت ما رجعت لفريد. لو بدك كنت قصدت تشوفيه. هي ناي قالت لك تقولي لي؟ اكيد لا، يمكن عقلك ناي تطلب مني هيك طلاق، بس انه حسيت من حديثها انه بيعجبها. هي بالعاده ما بيعجبها العجب، وانا قلت نستغل الفرصه. ما بحب اتعاطى بهيك امور، ما بعرف كيف بدي افتح له الحديث، بركي زعل مني. يا اختي ما بقى تفتحي له الحديث، بس اجمعيهم بشي طريقه. غادة بتكوني عم تخدميه خدمة كبيرة لعادل، ناي بنت مثقفة ورايقة ومهضومة وبتحب الناس، بتفتح له بيت وبتربي له ولاد غير شكل. بعرف، بدك تعلميني عن ناي؟ ايه طيب، لكن لشو مرددة؟ ما بتحب تشوفيه مجوز ومبسوط؟ بشرفكم، مشينا. Thank you.